قبل اختراع الطباعة كانت المخطوطات هي الطريقة المستخدمة لحفظ النصوص، وكان ذلك بخط اليد على الورق أو القماش على جريد النخيل أو جلود الحيوانات. المخطوطات هي السلف الأكبر للكتب، منها عرفنا الكثير من أحداث الماضي العتيق. ولكن بعض المخطوطات المكتشفة أصابت العالم بالدهشة والكثير من الحيرة، ربما لأنها كتبت بلغات لم يعرفها العالم. مخطوطات مبهمة بشكل صادم تتغذى على رغبة بشرية يائسة في الفهم. مخطوطات لا يعرف مصدرها أو معناها جعلت المؤرخين وخبراء التشفير عبر الزمن يدورون في حلقات مفرغة من خيبة الأمل. اليوم نستعرض معا أشهر هذه المخطوطات المبهمة وقصصها الغريبة. استعدوا. فوينيتش مانوسكريبت، مخطوطة فوينيتش. يشار إليها غالبا بالمخطوطة الأكثر غموضا في العالم. ويلفريد فوينيتش تاجر كتب بولندي اشترى المخطوطة عام 1912 لتظهر إلى النور مخطوطة عجيبة مؤلفة من 240 رق مصنوع من جلد الحيوان، مسجل عليه بلغة مجهولة، لغة لم يعرف أي قوم يستعملونها يوما. يتجه النص من اليسار إلى اليمين بالحبر البني في فقرات قصيرة أسفل الصفحات، يتخللها رسوم توضيحية عجيبة تظهر الرسوم أشكالا مبتكرة. مع رسوم تخطيطية لنباتات، لكنها ليست كأي نباتات نعرفها في عالمنا. كواكب وأشكال عارية ورموز فلكية. يظهر أحد المقاطع المثيرة للفضول عشرات النساء العاريات يستحمين في برك من السائل الأخضر. هناك فجوات بين الصفحات، لذلك قد يكون ترتيب الصفحات اليوم مختلفاً عما كان عليه عندما كتب هذا المخطوط. بناءً على الرسوم التوضيحية، يعتقد العلماء أن الكتاب مقسم إلى 6 أقسام: عشبي وفلكي وبيولوجي وكوني ودوائي ووصفات. عند استخدام الكشف الكربوني للتأريخ، وجد أن المخطوطة تعود إلى القرن 15، لكن مصدرها يظل مجهولا. كيف تناقلت عبر الزمن إذن؟ دعونا نرى. أقدم مالك معروف للمخطوطة هو جورج باريش، جامع التحف المشتغل بالخيمياء من مدينة براغ في القرن 17. ويبدو أنه كان مرتبكا مثل علماء اللغة وخبراء التشفير في عالمنا الآن، حيال تلك المخطوطة شديدة الغرابة القابعة على أحد رفوف مكتبته منذ سنوات. عندما علم بأن الباحث اليسوعي إثناسيوس كيرتشر من جامعة روما قد نشر قاموسا لرموز الهيروغليفية المصرية، أرسل له مرتين طالبا أدلة أو خيط يمكنه من فك لغز المخطوطة. ولا يعرف إذا ما كان كيرتشر قد رد على الطلب أم لا، لكن هذه الرسالة من جورج باريش إلى كيرتشر عام 1639 هي أقدم إشارة عن المخطوطة تم العثور عليها. ولا يعرف حتى الآن كيف وصلت المخطوطة إلى باريش. بعد وفاته انتقلت المخطوطة إلى صديقه جان ماريك مارسي، الذي أرسل المخطوطة إلى كيرتشر وذكر له في الرسالة أن صديقا له أخبره أن المخطوطة كان ملكا للإمبراطور رودولف الثاني، ولكن لا شيء يثبت ذلك. لم يتم العثور على أي سجلات للمخطوط لمدة 200 عام،
حتى كان العام 1912 عندما قررت جامعة رومانية أن تبيع مقتنياتها، حيث حصل ويلفريد فوينيتش على 30 من هذه المخطوطات، من بينها المخطوطة التي تحمل اسمه الآن. وعلى مدى عقود اتجه خبراء تشفير إلى مكتبة الكتب والمخطوطات النادرة في جامعة ييل، حيث تحفظ المخطوطة الآن بغرض محاولة تفسير لغتها، لكن دون أدنى نتيجة. وتوالت النظريات بداية من كون المخطوطة كتبت بواسطة عالم مصاب بالبارانويا يخشى من إفشاء أسرار اكتشافاته، فقام بكتابتها بشفرة لم يعلمها أحد غيره. تفسير آخر بأن المخطوطة ليست مشفرة، بل كانت محاولة مبكرة لابتكار لغة خاصة، وقد تكون استخدمت بالفعل هذه اللغة في نطاق محدود للغاية. نظرية أخرى تزعم أن المخطوطة هي مجرد نسخ بسيطة من مصدر أكبر وأقدم بكثير، ينتمي إلى حضارة سحيقة القدم طمست ولم نعرفها قط. بعض التفسيرات تجنح إلى أن ما بالمخطوطة لا ينتمي إلى عالمنا البشري أصلاً، وحتى نصل إلى أي خيط يقودنا إلى أصل المخطوطة ومعناها يظل الأمر مفتوحاً لكافة الاحتمالات. روهونغ كودكس، مخطوطة روهونغ. ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثين، مدينة روهونغ شرق المجر. هناك قرر كونت يدعى جوستاف باثياني التبرع بكامل مكتبته إلى أكاديمية العلوم المجرية، ليطفو إلى السطح مخطوط مجهول المصدر مكتوب بلغة مبهمة. يتألف المخطوط من 448 ورقة، كل ورقة تحوي ما بين 9 إلى 14 صفاً من الرموز، والتي من غير المعلوم إن كانت أحرف لغة لا نعلمها أم رموز لها شفرة خاصة. إلى جانب النص يوجد 87 رسماً توضيحياً تتضمن مشاهد دينية وعسكرية عن أحداث مجهولة لحقب غامضة. لكن بعض الرسوم له دلالات دينية، ولربما تشير بعض الرسوم الإيضاحية إلى بيئة تتعايش فيها عدة معتقدات، وذلك لوجود رموز للصليب والهلال والشمس. عدد الرموز المستخدمة في المخطوطة أعلى بحوالي 10 مرات من أي أبجدية معروفة. وحيث أشار البعض إلى أن النص يشبه إلى حد كبير اللغة المجرية القديمة، ولكن العلماء أكدوا أن الرموز تفتقر إلى ما يشير انتمائها إلى أي من اللغات. الورق المستخدم في المخطوطة يبدو أنه يشير إلى مكان وحقبة معينة، وهذا يعود إلى العلامة المائية الموجودة على الورق، والتي لها مظهر مرساة بداخل دائرة. هذه العلامة المائية نفسها تشير إلى فينيسيا في ثلاثينيات القرن 15، ولكن من الواضح أن المخطوطة قد كتبت قبل ذلك بكثير. هذا التناقض يجعل من الصعب تحديد وقت كتابة النص بالضبط. حاول الكثيرون فك شفرة المخطوط، ولكن جميع المحاولات لم تصل إلى أي حل. فقد ظهرت عدة نظريات. أولاً الفرضية السومرية المجرية، حيث قلب أحد الباحثين الصفحات رأساً على عقب ولاحظ عدة رموز تشبه اللغة السومرية، ثم ربط الحروف اللاتينية ببقية الرموز عن طريق التشابه. ولكن العديد من الانتقادات ضربت هذه الطريقة،
وأشارت إلى أنه مع مثل هذه الطريقة المتساهلة في فك التشفير يمكن للمرء الحصول على أي شيء من المخطوط، مما يضعف هذه الفرضية إلى حد كبير. فرضية أخرى نشرت في عام 2002، حيث زعم أن النص مكتوب بأحد اللهجات اللاتينية. تشير الترجمة المزعومة إلى أن تاريخ النص هو من القرن الحادي عشر إلى الثاني عشر، وهو يحكي عن معارك أهل والاشيا ضد الهنغاريين والأتراك. لكن هذه الفرضية تم رفضها أيضا، وذلك بسبب تناقضات عديدة في الترجمة. حل آخر مزعوم في عام 2004 اقترح أن المخطوطة جزء من نص براهمي هندي، لكن هذه الترجمة افتقرت تماما إلى الاتساق واعتبرت بشكل عام خدعة. وحتى الآن يعتبر مخطوط روهونغ أحد ألغاز التاريخ البشري العتيق. بوك أوف سويغا، كتاب سويغا. يقال عنه أيضا الكتاب الذي يقتل. البداية مع شخصية مثيرة للجدل، طبيب وعالم فلك وعالم رياضيات وخيميائي ومنجم، والذي لقب أيضا بسيد السحر، جون دي، الإنجليزي من القرن السادس عشر، والذي لا يزال يكتنفه الغموض حتى يومنا هذا. كان عالم فلك البلاط ومستشار إليزابيث الأولى. مهما كانت الظنون السائدة عنه، فهو يعتبر أحد العقول العلمية الرائدة في عصره. ما يهمنا أن جون دي كان يمتلك كتاب سويغا ودرسه لسنين، ولكن كيف وقع ذلك المخطوط الرهيب بين يديه؟ أغلب الظن أن ذلك قد حدث عندما قرر دي جمع أكبر مكتبة في إنجلترا في ذلك الوقت باستخدام أمواله، فكون ما لا يقل عن 3000 مجلد وعدد كبير من المخطوطات. يتألف المخطوط من 197 صفحة، يحوي أيضا 36 مربعا كبيرا مدون فيهم 46,656 رمز. لا يعرف طريقة لفك شفرتهم، ولا حتى إن كانت تجمع هذه الرموز رابطة أو مصفوفة معينة. أغلب الكلام غير مفهوم، ما عدا أجزاء بسيطة مكتوبة باللاتينية تتحدث عن استحضار كيانات ما. وإلى اليوم من الصعب فهم المحتوى بشكل دقيق. كشف أحد الباحثين أن لفظ سويغا ما هو إلا تهجئة عكسية لكلمة أجيوس اليونانية، والتي تعني مقدس. لعدة سنوات قام جون دي بدراسة المخطوط، ولكنه لم يستطع قط كشف أي من أسراره، حتى عرض عليه زميل يدعى كيلي، وقد كان وسيطا روحيا، عرض أن يمنحه اتصالا بكيان من عالم آخر، قيل أنه ملاكا يدعى يوريل. العاشر من مارس عام 1582، مقاطعة مورتليك في لندن. يبدأ كيلي التحضير للاتصال بالملاك يوريل، والذي سيتحدث بصوته. تبدأ الجلسة، ويسأل دي عن أصل الكتاب، فيرد يوريل باللاتينية موضحا أن صفحات الكتاب قد كشفت لآدم من قبل ملائكة الله. يسأل دي: هل ستعطيني أي تعليمات؟ كيف أقرأ جداول الكتاب؟ فيرد يوريل أن الملاك ميكائيل هو الوحيد الذي يعلم سر الكتاب. جون دي يستشعر القلق، خاصة بعد أن أخبره يوريل أن أسرار الكتاب سوف تؤدي إلى الموت في غضون عامين. في نهاية المحادثة لم يقدم يوريل معلومات حول تفسير الكتاب، ربما أعطاه تلميحا عن الاسم البديل، الدرية. ليست المحادثة السابقة من وحي الخيال، وإنما ذلك ما ذكره جون دي في كتابه
The Spiritual Diaries أي المذكرات الروحية. بعد عدة سنوات ذكر أحد الخيميائيين أنه رأى الكتاب في مكتبة دوق لودرديل، ثم اختفى الكتاب تماما لعدة قرون، حتى كان عام 1994 عندما عثر عليه مرة أخرى. ما ذكره جون دي عن الكتاب ما زال يثير الخيال وربما الرعب أيضا. من أو ما الذي تحدث إليه جون دي في تلك الليلة؟ هل كتاب سويجا هو تمثيل للكون ذاته كما قال أحد الباحثين؟ والأهم، هل الكتاب قاتل حقا عند الاقتراب من فك رموزه؟ من يدري؟ وإن كانت هذه المخطوطات هي الأشهر، لكنها جزء يسير من مخطوطات أخرى يلفها الغموض وتعج بها المكتبات العتيقة والمتاحف حول العالم. مثل هذه الآثار تجعلنا نتساءل حيال ما نعرفه حقا عن عالمنا وتاريخنا البشري السحيق. إن أراد المولى أراكم في حلقة قادمة.